إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جئت لكم بطريقة سهلة وبسيطة وفعالة 100% لأجل تفعيل انترنت داونلود ماسنجر أو إدمان. سوف نقوم بتحميله كما تلاحظون. حملوا من هذا الرابط أو هذا، أي رابط هنا، ولكن أنا أفضل هذا لأنه موقع جيد ومضمون. أنتم لكم الحرية. أنا قمت بتحميله من قبل لأجل ألا أطيل عليكم. هذا هو، سوف أنزله أو سوف أنستطيل. أضغط وي، انتظر سويفون أو متابعة، سويفون أو متابعة، سويفون متابعة، سويفون متابعة، تيرميني أو إنهاء. سنلاحظ هذا هو أرمي. كما تلاحظون يقول الرقم الذي تم التسجيل به هو خاطئ، أو سوف يقول لكم بقية 8 أيام أو 9 أيام على حسب. أنا قد انتهت مدة صلاحيته، ويقول لي الرقم الذي أدخلته، الرقم التسجيل الذي أدخلته غير صحيح. سوف أضغط أوكي. سوف أقوم ب هذا هو. هنا يمكنك وضع أي شيء تريد. سيمو، نضغط على سيمو، اسمي سيمو، سيمو أروبال هوتماي واتيك أي، وسوف أدعوها هنا. بعد ذلك سوف أقوم بالضغط على الباتش اي دي ام. سوف أترك لكم رابط تحميل هذا الباتش، هذا كما تلاحظون. سوف أقوم بتنزيله. سوف أدعو هذه هنا، أقوم بأنستيل، أضغط نعم أو وي. سوف أقوم بإزالة هذه وي، ثم سوف أقوم بالدخول على انترنت دول المزاج. هنا سوف أقوم بتنزيل، تم التنزيل. سوف أدخل هنا على انترنت دول المزاج. ها هو قد فعل. عند الدخول إلى هنا يقول لك لقد تم التسجيل أونغيجستي، وهي طريقة سهلة وبسيطة وفعالة. أرجو أن أكون قد أفدتكم إخواني في الله، وسوف أترك لكم رابط تحميل الباتش أسفل هذا الفيديو، وأتمنى منكم الاشتراك في قناتي للتوصل بكل جديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.